بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية، يسعدني أن أقدم لكم الدرس الثاني من باب الجهاز العصبي. في الحصة الأولى اتكلمنا فيها عن الجهاز العصبي ووحدة بنائه اللي هي الخلية العصبية، واتكلمنا أنه بيرتقي الجهاز العصبي لأعظم تكوين له في الإنسان، وهو عبارة عن جزئين اللي هو الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي الطرفي. كلا الجهازين بيتكون من وحدة أساسية اللي هي بتعرف بالخلايا العصبية، ولكن لو أنا هتكلم عن تركيب الجهاز العصبي بالتفصيل فهلاحظ إن هو بيشترك في تكوينه نوعين من الخلايا عندي، اللي هو خلايا بسميها الخلايا العصبية وخلايا تعرف بخلايا الغراء العصبي. أنا هبدأ الكلام الأول عن الخلية العصبية كجزء مهم في الجهاز العصبي وأحد مكونات الجهاز العصبي أو أحد نوعي الخلايا اللي بتشترك في بناء الجهاز العصبي. طبعا احنا واخدين الخلية العصبية قبل كده، خدناها أول حصة شفنا شكل ليها، وموضح عندك في الصورة شكل الخلية العصبية. الخلية العصبية لما أجي أعرفها بقول هي الوحدة الوظيفية والتركيبية في الجهاز العصبي، هي وحدة البناء للجهاز العصبي، وتتشكل عندي من ثلاث أجزاء. أهم الثلاث أجزاء دول طبعا المنطقة اللي أنا مظللها دي اللي هي بتعرف بجسم الخلية. لما أجي أسأل فسري، بيعتبر جسم الخلية هو أهم أجزاء الخلية العصبية. طبعا السبب عندي إن أنا جسم الخلية بيحتوي على معظم العضيات التي تساهم في أنشطة الخلية العصبية، زي النواة، زي جهاز جيولوجي، زي الميتوكوندريا، وحبيبات جديدة أو جسيمات جديدة أول مرة تظهر عندي اللي هي بسميها جسيمات أو حبيبات نسل. حبيبات نسل دي بتعتبر أجزاء من الشبكة الإندوبلازمية الخشنة. فلما أرجع للشبكة الإندوبلازمية الخشنة كانت وظيفتها إيه؟ وظيفتها إنتاج البروتين، تمام، وبالتالي هتبقى جسيمات نسل بما إن هي جزيئات منها فهتلعب نفس الدور اللي هو عملية إنتاج البروتين. يبقى لما أجي أسأل سؤال اذكري أهمية جسيمات نسل هو إنتاج البروتين في الخلية. هلاحظ كمان ظهور امتدادات سيتوبلازمية من الخلية العصبية، في امتدادات بتكون حجمها صغير وامتدادات تانية أو امتداد تاني بيكون حجمه كبير. أنا هتكلم عن الامتدادات الصغيرة اللي هي الجزيئات دي، مثلا دي بسميها تعرف بالزوائد الشجيرية. الزوائد الشجيرية لما اجي اتكلم عنها بقول هي امتدادات سيتوبلازمية قصيرة وبيكون عددها كبير زي ما انت شايفة، وبتخرج من جسم الخلية. لو انا هشبه الزوائد الشجيرية دي هشبهها بالاصابع، بتكون وظيفة الاصابع عندك اللي هي الالتقاط، وبالتالي هنا بتعمل الزوائد الشجيرية اللي هي قدامي دي على تجميع المعلومات وتوصيلها لجسم الخلية. بيبدأ يخرج من جسم الخلية امتداد تاني بيكون حجمه اكبر، الامتداد ده بيعرف ب اللي هو احنا ظللنا دوت اللي هو بسميه المحور او بيطلق عليه الليف العصبي، وهو عبارة عن امتداد سيتوبلازمي بيكون طويل. احيانا بلاحظ ان هو زي ما انا شايفة في الصورة مغلف مغطى من الخارج، واحيانا بيكون عديم الغطاء. الشريحة دي هبدأ ألاحظ تعريف هنا الزوائد الشجيرية، هي امتدادات سيتوبلازمية قصيرة. طبعا اتفقنا انه هيكون دورها هو عملية التقاط السيالات العصبية الموجودة في الجسم داخليا او خارجيا وتوصيلها الى جسم الخلية. يليها الليف العصبي او اللي بيطلق عليه المحور، هو امتداد سيتوبلازمي بيكون طويل. لكل جسم خلية محور واحد فقط، بينتهي عندك بالتفرعات اللي انت شايفاها تحت دي اللي هي بتعرف بالنهايات العصبية. طبعا احنا قلنا ان جسم الخلية عندي بيتم فيه العمليات الحيوية الخاصة بالخلية، وده لوجود العضيات داخل جسم الخلية. لما انتقل للامتداد اللي هو الطويل اللي بيعرف به المحور، لاحظ ان انا قلت لك انه احيانا بيكون عندي مغطى بمادة دهنية، واحيانا بيكون غير مغلف اللي هي مادة بتعرف بالميلين واللي بيكونها خلايا بتعرف بخلايا شوان، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله قدام شوية لما ناخد انواع الغراء العصبي. طبعا لما اتكلم عن مادة الميلين هي مادة عازلة زي بالظبط البلاستيك اللي بيكون موجود على واير الكهرباء.
دي مادة بتعزل الشحنات الكهربية اللي بتتحرك في السلك الداخلي. نفس القصة المايلين ده مادة عازلة أو طبقة عازلة بتتواجد عندي على المحور عشان تسرع من مرور النبضات العصبية أو تساهم في حركة النبضات العصبية وعدم فقدان. مع ملاحظة ان المحور هنا مش كل الاجزاء بتكون مغطاة بالمايلين، في مناطق بتكون عديمة المايلين بتعرف بعقد رانفييه. اذا لما اجي اسألك هل جميع اجزاء المحور مغطاة بمادة المايلين؟ طبعا لا، في اجزاء بتكون عديمة المايلين تعرف بعقدة رانفييه. طبعا الصورة اللي قدامي دي اللي هي بتمثل الجهاز العصبي مرة تانية في الإنسان، اللي هو مكون عندي من الدماغ والحبل الشوكي اللي هو الجهاز العصبي المركزي. الامتدادات اللي على الجانب دي اللي هي بتمثل الجهاز العصبي الطرفي. وحدة بناء الجهاز ده إجمالا اللي هي الخلية العصبية، والتي تمثل جزء منها اللي هو الليف العصبي. الليف العصبي لو تجمع مجموعة ألياف مع بعض في الجهاز العصبي الطرف فهي بتكون تراكيب كبيرة الحجم تعرف بالأعصاب، عشان تساهم في تجميع السيالات العصبية وتوصيلها لمناطق المعالجة المركزية. لكن لو تجمعت في الجهاز العصبي المركزي فبتشكل تراكيب أقل حجما شوية تعرف بالمسارات اللي هتتحرك فيها السيالات العصبية. اتفقنا ان احنا هنبدأ الكلام في الاول عن الخلية العصبية، شرحنا تركيب الخلية العصبية، ولكن انا لما اجي اتكلم عن الخلية العصبية هلاحظ ان التركيب ثابت، يعني كلها بتتكون من جسم الخلية اللي فيه النواة والميتوكوندرية وجهاز جيولوجي وحبيبات نسل، بتحتوي على امتداد ليفي اللي هو المحور وفيها الزوائد الشجيرية، ولكن هلاحظ اشكال متنوعة واحجام متنوعة ووظائف مختلفة. اذا هنا هيبدأ تصنيف الخلية العصبية كلها تتشابه في التركيب، كلها تركيب واحد ولكن تختلف اما في الوظيفة او في الشكل. وبالتالي انا هبدأ اعمل تقسيمتين عندي، هقسم الخلايا العصبية اما من حيث الشكل او من حيث الوظيفة. انا هبدأ التقسيمة الاولى من حيث الشكل. ايه هي انواع الخلايا العصبية من حيث الشكل؟ طبعا النوع الاولاني اللي هي بتكون تقريبا مشابهة كأن راس وعنق والكتف، اللي هي بسميها الخلية العصبية وحيدة القطب، بتكون عبارة عن قطب واحد بيمتد من جسم الخلية ويبدأ يتفرع لاتجاهين، اتجاه ممثل للزوائد الشجيرية والاتجاه التاني بيمثل المحور. النوع التاني اللي انت شايفاه قدامك اللي هي بسميها خلية ثنائية القطب، لما اجي ابص على جسم الخلية هلاحظ خروج امتدادين من جسم الخلية اللي هو بسميه امتداد بيعرف بالليف او المحور، والامتداد التاني اللي هو الزوائد الشجيرية. اخر نوع اللي هو الشكل المعتاد للخلية العصبية اللي كلنا درسناه من اول ما بدأنا نشوف شكل الخلية العصبية، اللي هو بسميها متعددة الاقطاب، وهنا جسم الخلية بيخرج منه اكتر من اتجاه او اكتر من قطب من الامتدادات او من التفرعات، زي ما انت شايف عندي اكتر من التفرع في جسم الخلية اللي هي الزوائد الشجيرية، وبعدين التفرع الاخير اللي هو المحور. هبدأ أسأل الشاطرين اللي مركزين معايا من الشرح، لما اجي اقول لك قارني بين الخلية العصبية وحيدة القطب والخلية العصبية ثنائية القطب ومتعددة الاقطاب من حيث عدد الاستطالات في كل منهما. طبعا لما اروح لوحيدة القطب تقريبا بتشبه حرف التي، بيكون استطالة واحدة بس اللي متفرعة عندي من جسم الخلية، وبعدين تبدأ تتغير لاتجاهين زي ما قلنا قبل كده. بالنسبة لثنائية القطب لا، انا عندي استطالتين بيخرجوا في اتجاهين متضادين من جسم الخلية. متعددة الاقطاب لا، هلاحظ اكتر من استطالة او عدد كبير من الاستطالات، اما اجزاءات بتكون قصيرة اللي هي بسميها زوائد شجيرية، او بتكون حجمها كبير اللي هو المحور. دلوقتي هننتقل للتصنيف الثانية. زي ما اتفقنا ان الخلايا العصبية كلها تتشابه في التركيب، كلها تركيب ثابت ولكن بتختلف من حيث الشكل ومن حيث الوظيفة. قسمناها من حيث الشكل لأحادية القطب وثنائية القطب ومتعددة الأقطاب. هننتقل للتصنيف الثانية اللي هي بسميها تصنيف الخلية العصبية من حيث الوظيفة. لما انتقل الخلية العصبية من حيث الوظيفة هلاحظ ان انا عندي ثلاث انواع، اما خلية عصبية حسية او خلية عصبية حركية او خلية عصبية رابطة، سميت بالاسماء دي تبعا لوظيفة كل منها. فانا هبدأ بالخلية العصبية الحسية واتكلم عن وظيفتها، يا ترى دورها ايه.
من مسماها كده حسية، إذا بتنقل السيارات العصبية الحسية من المستقبل الحسي زي الجلد زي العين زي اللسان إلى الجهاز العصبي المركزي. النوع الثاني اللي هي الخلية العصبية الحركية، لا بتنقل السيارات العصبية الحركية من الجهاز العصبي، بتاخد ردة الفعل وتبدأ تتحرك بها لما يعرف بالأعضاء المنفذة، اللي هي ممكن تكون عضلة هتنقبض أو غدة هتطلق إفراز. إذا هنا بتقوم بردة الفعل شايلة المعلومات بعد تمام معالجتها من جهاز المعالجة المركزي أو الدماغ وبتنقلها للعضو اللي هيبدأ يستجيب للمؤثر. الخلية الرابطة، لا دي بتقوم بالعمل بين الخلية العصبية الحسية والحركية، أو تقع بين خليتين عصبيتين رابطتين، أو بيطلق عليها أحيانا الموصل. يا ترى الخلية العصبية الحسية بتكون من أنهي نوع من الخلايا اللي درسناها من حيث الشكل؟ هنا بتتميز أحادية القطب وثنائية القطب بدور الخلية العصبية الحسية، يعني الاتنين دول بيلعبوا دور الخلية العصبية الحسية اللي هي بتنقل السيالات العصبية من عضو الإحساس إلى الجهاز العصبي المركزي. أما بالنسبة للحركية فهي بتكون خلايا متعددة الأقطاب، اللي هو آخر نوع خدناه في الخلية العصبية. بالنسبة للموصلة أيضا بتكون خلية عصبية متعددة الأقطاب، وبتتواجد الخلية العصبية الرابطة برغم دورها الهام بجميع أجزائها داخل الجهاز العصبي المركزي. شكرا، كده انتهت حصتنا الثانية. أتمنى أن تكونوا فهمتوا الدرس. إن شاء الله هقدم لكم أسئلة في نهاية الباوربوينت، أتمنى أن انتوا تجاوبوها وتسيبوا لي تعليقاتكم في نهاية الدرس. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.